بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تحدثنا عن تعريف المتقين وقبلها تحدثنا عن صفات المتقين وقبل ذلك عن تعريف التقوى ومحددات المتقين واليوم نتحدث عن اضداد المتقين اضدادهم وبضدها تتميز الاشياء فلذلك آه سنبدا يعني حتى لا نطول لا بالايات الكريمه مع شيء من التدبر البسيط يقول الله عز وجل طبعا واحد المتقون اضداد للفجار يقول الله عز وجل أم نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض أم نجعل المتقين كالفجار أم نجعل المتقين كالفجار الفاجر ما يتقي الفاجر معتدي وهذا يحتاج الى بحث الفجار في القرآن الكريم طبعا يعني حتى نعرف الدقة لكلمة الفاجر تبحثها في القرآن الكريم مثلا مثل قول الله عز وجل طبعا هذه الآية التي في سورة الصاد أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار وأيضا وردت في سورة الانفطار إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، حتى تعرف الفجار لازم أن تعرف معنى الأبرار وصفاتهم في القرآن، ثم عكس تلك الصفات هي صفات الفجار، ثم الفجار هم أضداد المتقين وهكذا، هكذا التعليم القرآني هكذا التدبر، أيضا في نفس في سورة المطففين كلا إن كتاب الفجار اللي في السجين أوردها في مقابل الأبرار. ايضا فاذا انت القران الكريم يعلمك الا تستعجل أم نجعل المتقين كالفجار افترض انه يعني تريد ان تعرف عرفت المتقين وضد الاثم والعدوان اذا فالتقوى ضد الاثم والعدوان اذا الفجور هو مع مع العدوان ومع مع الاثم ولكن إذا أردت أن تعرفها قرآنيا حتى تتأكد من تعريف التقوى اذهب إلى بقية ألفاظ لفظة الفجار في القرآن الكريم وستؤكد لك هذا المعنى طبعا الألفاظ فيها تشابك يعني بعض الأخوة أنا أخذ عليهم عندما يقولون هذا غير هذا إذا قصدوا بغير هذا أنه منفصل انفصال نهائي هذا خطأ يعني مثلا يقول المسلمون او الاسلام غير الايمان، اذا قصد انفصالا نهائيا هذا خطا كبير. واذا اراد انه يتمايز عنه انه لا يتطابق وانما يعني هناك اختلافات معينه فنعم. بعضهم يقول مثلا يعني حتى الكافر والمشرك حتى المنافق والمشرك المنافق والكافر فيه قد تطلق احدهما وتريد الاخر. وحتى والاطلاقات موجوده في القران الكريم. قد يستخدم كلمة أسلم بمعنى عالي جدا كما استخدمها في إبراهيم عليه السلام وقد يستخدمها في معنى في معنى واسع كما استخدمها عن الأعراب أو إذ قال له رب قال له ربه أسلم قال أسلم هذا إسلام إبراهيم لا لا تقولوا آمنا وقولوا أسلمنا هذا إسلام الأعراب ليس كله واحد يعني حتى اللفظة الواحدة فيها تمايز لكن أيضا الألفاظ المتفارقة فيها تشابك فيها في فيها تلاقي في بعض العناصر كما شرحنا اظن حتى في الحلقات الاولى تذكرون الدوائر دائره سين وصاد وعين والعناصر التي تلتقي فيها والعناصر التي تختلف عنها وحتى هذه الدائره هي بحسب المستوى هناك دائره كبيره ودائره ضيقه يعني في ممكن ان تقول مجموعه صاد الاسلام، ثم داخلها مجموعه سين الاسلام، ثم داخلها مجموعه دال الاسلام. فهي بحسب المستوى اللفظه به وهذا ثراء اللغه في القران الكريم. وهذا مستخدم حتى عرفيا حتى عرفيا تستخدم هذه الـ هذه الـ هذه, الـ هذه الاطلاقات او هذه المستويات او هذه المراتب. طبعا اذا عندما يقول الله عز وجل أم نجعل المتقين كالفجار أيضا فيه درس لنا ألا نجعل الجميع سواء أن نهتم بالنسبية أو على الأقل أن نهتم بالفروق الواضحة اليوم الذي أصاب أصاب المسلمين ويصيب الإنسانية جمعاء أنهم لا يراعون الفروق إما تجد اليوم مثلا عن تاريخنا تجد إما أناسا يقولون الجميع عدول صالحون وفضلاء وكذا أو والضد الآخر يقول كلهم مجرمين وكلهم هذا ليس من العدل هذا ليس من العدل وإذا قلتم فاعدلوا ينبغي أن تبحث وأن تتأنى صحيح أنه قد يبقى هناك خلاف في بعض الشخصيات أو بعض الأحداث لكن العاق أي عاقلين في الدنيا سيتفقون على يعني على حد اعلى وعلى حد ادنى وعلى منطقه فيما بينهما منطقه احتمال وترجيح لا ينبغي ان تكون محل لا ينبغي هذه المنطقه الظنيه ان تنسف المنطقتين القطعيتين في مساله من هو الصالح والطالح، يعني في التاريخ نجزم مثلا ان فرعون طاغيه وظالم وان الانبياء صالحون، خلاص هذه قطعيات، ثم قد نكتشف ما دون الانبياء ان هناك ايضا صلاح نسبي وصلاح عالي وقد و نختلف فيما بعد الانبياء في اقوامهم لكن حتى هذه ايضا فيها نسبيه ف فلذلك الله عز وجل كانه يعلمنا افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ هذا حكم ظالم، هل تريد ان تكون ظالما؟ اذا اردت ان تكون ظالما فعمم اما ثناء او عمم ذما. لقرن معين، لقرون معينة، لتيار معين، ل... وما أشبه ذلك. التعميم ظالم لدولة معينة، لشعب معين، لعرق معين. لا، هذه النسبية آه وأنت مطالب بالعدل، وإذا قلتم فعدلوا. على كل حال، إذا ال... المتقون ضد الفجار، والفجار آه... مرتبط ضد الابرار الابرار نحتاج ان نقرا صفات الابرار لكن الفجور معروف عرفيا وهو يصب في الاعتداء يصب في الاثم والعدوان الذي هو ضد التقوى وايضا حتى كلمه عرفيا لا حتى من القران لو تبحث في اضداد الابرار انهم يعتدون وياثمون فهي متشابكه الفاظ القرآن الكريم. الضد الثاني للمتقين هم المتكبرون. المتكبرون واول المتكبرين ابليس والكبر هذه خصله خطيره جدا. ولن تكون متقيا ولن يقبل لك عمل انما يتقبل الله من المتقين حتى تتخلص من الكبر، لكن هذا الكبر نسبي. هم في الروايات أو في الثقافة الشعبية يشعروننا بأن المتكبر هو من يتكبر على فقير من يتكبر في لبس من يتكبر في سيارة بسيارة فارهة هذا ليس مقصودا في القرآن أبدا الكبر الأساسي في القرآن طبعا هذا قد يكون نسبة صغيرة من الكبر نعم ممكن الكبر الأساسي في القرآن هو التكبر على نتيجة العصبية نتيجة الـ نتيجة أنا خير منه فيما يعاند شرع الله طبعا أنا آسف لم أقول يعني الذي يتكبر بسيارة أو كذا لا أقول أنه ليس الكبر مطلقاً لا فيه نسبة لكنه من الكبر من الكبر الخفيف فإذا أتت والشيطان يشغلنا بالكبر الخفيف عن مراقبة الكبر الذي كان هو فيه أبى واستكبر وكان من الكافرين أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين وما أكثر كلمة أنا خير منها اليوم في المسلمين على مستوى المذاهب والتيارات والأقوام والقوميات والشعوب والقبائل أنا خير منها كبر تكبر ترى نفسك معنى الكبر أنك ترى نفسك كبيرا بشيء هذا إبليس رأى أنه كبير بأنه لأنه مخلوق من نار فهو بهذا كبير من أنت حتى حتى تحكم من قال لك بأن التراب يعني ليس في شرف النار النار بعض التراب أصلا يعني هذا عن موضوع كيميائي ويعرفونها أهل الكيمياء لكن المقصود هنا تعالوا نذكر الآيات أن الضد الثاني للمتقين أو الضد وهو الضد لعله الأكبر والأظهر هو ضد المتقين المتكبرين، ضد التقوى الكبر، الكبر ينافي التقوى، اذا لا تكن متكبرا حتى تكون تقيا وحتى تكون كريما عند الله وحتى يتقبل الله منك الاعمال، انما يتقبل الله من المتقين وحتى تكون لك العاقبه والعاقبه المتقين. تمام؟ يقول الله عز وجل: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا وقيل للذين اتقوا يعني هنا اللي ظالمين أنفسهم يعملون السوء وكذا هو نتيجة فلبئس مثوى المتكبرين ضد هؤلاء وقيل الذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين أيضا ف طبعا جنات وعدن يدخلونها يدخلون تجري من تحتها الانهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. بعد الفاصل نواصل ان شاء الله شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا فطبعا انا اوصي من اراد ان يكون من المتقين او ان يضمن تقريبا 50% من التقوى فليراقب هذا الكبر. الكبر هذا يعصف بالانسان يشقي بني البشر. أه ما ادري كيف اشرح لاني كلما ذكرت شيئا اقول بسببه هذا صحيح. يعني مره أقول لكم أترون هذا الفساد في المسلمين والتخلف والجهل والنزاعات والحروب وكذا أقول سببه الكبر مرة أقول سببه الهوى مرة هي بينهم تشابك وصحيح يعني تطابق هناك ما أقول تطابق هناك ترادف تقارب تمازج بين كثير من الصفات فتستطيع أن تقول أن هذا الض... أن هذا ال... الفساد في الارض بسبب الظلم، تستطيع ان تقول بسبب الكبر، تستطيع ان تقول بسبب الكذب، تستطيع ليش؟ لان كلها متداخله، من كان كاذب من كان متكبرا لابد ان يكون كاذبا ولابد ان يكون ظالما. ومن كان ظالما لابد ان يسبق ظلمه كبر وكذب او ينتج ينت... يسبقه كبر وينتج كذبا وهكذا. يعني ف... فلذلك لا تناقض في هذه الامور مثلما ايضا ال يعني عدة عوامل تتمازج فتنتج ظاهرة سواء ظاهرة حسنة أو ظاهرة سيئة إذا طبعا للأسف أن المسلمين لا, يرا لا يلاحظون كلمة الفجار يعني يوم القيامة الله يقول يخبر بعذاب الذين ظلموا وعذاب المتكبرين وعذاب الفجار وعذاب المفسدين وعذاب الكاذبين المسلمون كان هؤلاء ناجون منهم يقولون بس المشركين النار للكفار الكفار والمشركين وهذا الذي يقول هذا الكلام غالبا يكون متكبرا ما يتعلم الا مما من شيخه او من مدرسته ما يحاول ان يتدبر كتاب الله ان يوسع افقه في النظر لجميع المدارس والفلسفات و وينظر من من هم اقرب الى الحق في هذه الفكره وليس هناك حق مطلق قدير. يعني أنا قد ألاحظ مثلا أكثر إذا أتيت لآية قرآنية أريد أن أتدبرها قد أجد الطاهر بن عاشور أصوب هنا وفي تفسير آخر كالطبري أجده أصوب وفي تفسير ثالث للشعراوي اجده افضل وفي تفسير للطباطبائي قد اراه اصوب وفي استنتاج مني قد يعطيني الله نورا لارى امرا لم يره من قبل لانهم بشر مثلنا يفكرون مثلنا ويتاملون مع انهم قصروا جميع المفسرين لا استثني مفسرين من اي مذهب مقصرون في تفسير في تدبر القران نفسه يعني استنتاج استخراج المعارف القرانيه كما حاولت مع عذرا كما حاولت انا ان اخرج مثلا غايات القران الكريم الغريب ما فيه لماذا لانهم لا يفسرون يعني حتى من فسر القران بالقران يفسر في عقله مسلمات وراث تراثيه مسلمات مسبقه انت الان اذا لا تحاول عندما تتدبر القرآن ان تتدبره كله، لا، تدبر ما ترى انك بحاجة إليه، ما ترى انك تجيد فيه. ثانياً لا تأتي القرآن وأنت تريد أن تتفاخر به في المجالس، لا، إئتِ إليه لله، وبعدين الله سيعطيك، قد يعطيك في الدنيا وقد يستبقي لك الأجر كله في الآخرة، وهذا لعله الذي الذي يجد في الدنيا فرصة قد يقل اجره وقد تضعف نيته فهي فتنة فاما الانسان اذا ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمني وهو ابتلاه واما اذا ابتلاه فقدر عليه رزقه سواء رزق مال او رزق سمعه او رزق مكانه فيقول ربي اهانني وهو ابتلاه هو ابتلاء امتحان تمحيص طبعا المتقون ايضا ضد المجرمين لقوله عز وجل يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين الى جهنم وردا. الاجرام والفجور والكبر بينهما تلاقي كبير جدا. وهذا يحتاج كما قلت الى بحث ربما تاتي ابحاث اخرى نستعرض الاجرام في القران ما هو؟ بالمناسبه الاجرام في القران مختلف عن الاجرام في الذاكره الشعبيه. الاجرام في الذاكره الشعبيه يختص بالقتل بالنواحي الماديه، القتل وكذا، نعم هذا من الاجرام، لكن الاجرام جوهر الاجرام في القران ولعلها زبدته الرئيسيه هو الاجرام الثقافي. التكذيب بالحق، التكذيب بالصدق والكذب. هذا المعنى غائب مثل ما هو موضوع الذكر أن الذكر عند المسلمين يعني التسبيح والتحميد وكذا بينما هو في القرآن التذكر واذكر ربك في نفسك مثل الشكر عندنا أنه رديف للحمد بينما في القرآن هو تفعيل نعم الله عليك النعم الذاتية التي ولدت معك من سمع وعقل وبصر والنعم الإضافية من صحة وفراق وجاه ومكانة ومنصب مثل ما كثير من الـ من الألفاظ القرآنية لا نعرف معناها الحقيقي، يعني لأن الإجرام هنا يعني ربما نستعرض يعني بعض الآيات التي فيها عن الإجرام، لأن المجرمين هم ضد المتقين، مثل قول الله عز وجل نعم سأذكر بعض الآيات في الإجرام مثل قوله عز وجل أن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تُفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. هذا كذبوا بالآيات واستكبروا ما قتلوا حتى الآن ما ذكر الله أنهم الإجرام قصدي ال الذاكرة الشعبية أو الوعي الشعبي أن الإجرام يعني القاتل الناهب السارق ليس ب لا الإجرام الأصلي في القرآن صحيح أن هذا من الإجرام لكن ربما المرتبة الثانية من الإجرام ربما له اسم آخر. تمام. المرتبة الأولى من الإجرام والمكثفة في القرآن والمركز عليها هو الإجرام المعنوي الثقافي يعني. مثل الكبر والتكذيب بآيات الله، وستأتي صفات أخرى للمجرمين. كذلك قول الله عز وجل طبعا فيما يخص قوم لوط سماهم مجرمين. كذلك نعم وما كانوا ليؤمنوا كذلك ينزل المجرم الكافر مجرم يعني يجرم في حقه الذي يكذب بآيات الله ويستكبر عنها في آية هنا واضحة في مسألة الإجرام الذي أقصد الإجرام الثقافي في سورة يونس آية 17 يقول الله عز وجل فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون طيب هذا أين, أين هنا القتل ليس بالضرورة أنا ما أنفي أن يكون القتل من الجريمة انتبهوا لكن أقصد أن حصر الإجرام في القتل والجوانب المادية ليس صحيحا الإجرام أوسع ولعل لب يعني لعل ما ركز عليه القرآن أكثر من الإجرام هو الإجرام الثقافي التكذيب بآيات الله الافتراء على الله كذبا هذا جريمه ولذلك افنجعل المسلمين كالمجرمين فالمسلم الذي يسلم نفسه وقلبه من التكذيب بالحق ومن ان يكذب طبعا هنا كلمه او باياته ليس المقصود فقط ايات القران ايات الله كلها الكونيه والقرانيه او الكونيه والكتابيه إذا صح التعبير آية التوراة والإنجيل والقرآن يشملها الكتاب. التكذيب بالآيات الكونية لا زال في المسلمين إلى الآن لا يتوجسون وهذه آيات الله يعني آيات الله الكونية أقصد الطبيعية المادية التي تشمل الطبيعية والفلكية والنباتية وإلى آخره. فالتكذيب وسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. نفسك انت آيه فالتكذيب والتكذيب له طرق منها الصدوف ومنها الاعراض ومنها الع... الاعلام بال... بالمواجهه والمصادمه <applause> عفوا فقد يكون فينا نحن شيء من التكذيب بايات الله عن طريق الصدوف الاهمال الترك الاعراض وهذه قصر فيها المسلمون كذا طبعا اذا احببتم ان نرى ايضا الاجرام لان الاجرام ضد التقوى والمجرمون ضد المتقين طبعا هنا جماعه موسى سماهم الله مجرمين السحره سماهم الله مجرمين بس انا يعني استعجل في الايات لانها ليست يعني ليس موضوعنا الاجرام وان الا بقدر ما هو ضد الله نعم الاستهزاء من الاجرام وهو ليس عمل مادي يعني قتل يقول الله عز وجل وما ياتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين الاستهزاء يسلك الله هذا في قلوب من كان مجرما فالله يسلك في قلبه هذا الاستهزاء وهذا موضوع خطير جدا وسياتي ربما في الحلقات القادمه لان السخريه اليوم كثيره جدا الفخر والسخريه بالاخرين والضحك وكذا و كلنا مقصر لكن هناك مستويات في التقصير. الاستهزاء مانع والسخريه وكذا موضوع كبير هو ضد التقوى في القران الكريم وسياتي وسيأتي أن التقوى ضد السخرية، فانظر هنا عندما كان ضد الإجرام المجرمون أيضا يستهزئون. إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله نواصل شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.